استاذه سالي، قبل ما اتكلم بقى على المبادره والموقع والصفحه وكده، يعني مع رمضان، يعني الست تعمل ايه؟ يعني انا بقعد افكر، طب انا يعني هعمل ايه؟ انا وجوزي وولادي، طب اخويا، طب اخته، طب يعني ما هي الدنيا هتفتح لو انا جبت اخويا، طب انا لازم هو يجيب اخواته برضه، يعني أكيد. يعني يعني الدنيا، طب انا اعمل ايه؟ وزي ما انت شفتي كده الاسعار عامله ازاي. يعني الراجل بتاع سوق العبور، سوق الخضار في 6 اكتوبر، لما في الجمله سعر كيلو ورق العنب ب 100 جنيه. طب انا برضو ليه مش يعني لازم ورق عنب، بلاها ورق عنب، انا ما قلتش حاجه، بلاها ورق عنب. لا يعني انا طبعا رمضان مش بيجي مفاجاه، بيبقى عارفين ان رمضان داخل علينا، وانا ببقى عارفه انا ايه المستهدفه هعمله في رمضان، وعارفه ميزانيتي ايه. ولازم كده في علم الميزانيات عامه، ان اي صرف بيحصل، يعني انا مثلا ميزانيه الاكل بتاعتي في الشهر هقول مثلا 5000 جنيه لو انا هعمل عزومه، العزومه دي ما تتعديش تمن الميزانيه بتاعت الاكل والشرب، علشان انا اعرف امشي الشهر بعد كده. ما انا مش هعمل عزومه وهقعد عليها طول الشهر ما مش هعرف اصرف، يعني عشان كمان ما اضغطش على نفسي. ببتدي افكر بقى في الاصناف اللي هي تبقى يعني لطيفه على السفره وفي نفس الوقت مش مكلفه قوي. ايه بقى الاصناف يا استاذه سيلي اللي بتبقى لطيفه وما تكسفش؟ برضو اي ست بيت عامله عزومه كده لاهل جوزها بقى، لحماه بنتها، للحاجات اللي على ارض الواقع. احنا يعني مرينا بازمه، عاوز يقدم احسن حاجه معاكي، بس احنا دلوقتي مرينا بازمه اقتصاديه، دي حقيقة. لازم اكيد غيرت ثقافه المجتمع كمان في العزايم. يعني دلوقتي تعزيمي حد هو بيبقى مكسوف ان هو يقبل العزومه بتاعتك، فاكيد هو هيبقى جاي مش متوقع ان انت هتبقي عامله الكم ده. الهدف من العزومه ان احنا بنقعد مع بعض وبناكل اكله لطيفه وظريفه. لو في عشم قوي ود بيبقى الديش بارتي، ان انا بتفق بقى، وطبعا ده بيبقى شغل ستات البيوت مع بعض. بصراحه دي بقى فكره لطيفه قوي، كنت لسه انا ورشا بنتكلم فيها. فكره الديش بارتي دي فكره هايله وعظيمه الحقيقه وموفره. هنتجمع بالزبط. وهنفطر مع بعض كلنا، مش هنتعب، ما حد يشيل الليله كلها لوحده، ده اكيد. ما بقاش حد يقدر يشيل الليله لوحده والله، يعني هادي، يعني ما بقتش سهله. لا الاسعار طبعا والدخل والميزانيه، ومش عايزين ده ياثر على عاداتنا الاجتماعيه ومقابلاتنا والشهر الكريم. صحيح. يعني يعني صحيح. نلتزم بحد الانفاق المعقول، علشان انا ما ابتديش اخرب ميزانيه في حاجه تانية. يعني مش هعمل ايه اهم الحاجات اللي اقدر اعملها عشان الميزانيه ما تخرمش؟ هل ممكن اعمل اظرف مثلا اقسم فيها الفلوس على مدار الشهر عشان الدنيا؟ ده انا بطلع مصاريف لو مثلا ميه، نور، ايجار، ده بيطلع لوحده، المدارس لوحدها، الاكل طبعا بيبقى ميزانيه. وفي اول الشهر بنبتدي نجيب بقى الخزين بتاع بقى البيت، اللي هو الحاجات الاساسيه، الرز، المكرونه، الزيت، الخضار اللي هو النواشف، اللحوم، الفراخ، ببقى انا عارفه كده تلاكسي فيها ايه ومطبخي فيه ايه. اللي هو يكفيني على مدار قد ايه؟ مثلا نص شهر ولا الشهر كله؟ كل واحد على حسب امكانياته. يعني عارفه، انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا فعلا بقيت كنت على الفيسبوك كنت بشوف ستات بيوت بيعملوا ايه. ان هم نزلوا سوق الخضار قبل ما الاسعار تبقى عاليه كده، اللي خزنت بسله، اللي خزنت باميه، يعني جابوا وشالوا في الفريزر، خزنوا علشان استعدادا لرمضان، لان هم عارفين ان الاسعار هتعلى. كمان بمناسبه سوق الجمله، ان في ستات شاطره قوي بتتفق مع بعضها وبينزلوا سوق الجمله بيشتروا الحاجه بسعر الجمله، كميات كبيره، وابتدوا هم يقسموا بقى مع بعض، يوزنوا هم ويقسموا، ده بيفرق طبعا معاهم كتير. الستات الشاطره قوي دي يا رشا، بينزلوا سوق الجمله ويشتروا ويقسموا، دي حاجه حلوه. الستات كلها مش بتساوي. الستات كلها شاطره، الستات كلها شاطره. جنبنا سوق جمله هنا جنب دينت الانتاج. ما انت كنت لسه معايا على الهواء وسمعتي الاسعار. هنقسم انا وانت وسالي. لازم نفاصل ونبقى يعني في كده ليه غلتها ليه؟ هات لي بقى ميزانيتك انت كمان وقول لي غلت لي. ايوه صح، لان في طبعا تجار يعني بتبالغ جشع. انا اتخطى برضو ده، ان انا ابقى محضره حاجتي من قبلها بفتره، زي ما حضرتك قلتي كده يا استاذه رشا، ان انا عندي عزايم هعمل محاشي فابتدي اخزن ده. وثقافه الخزين دي لطيفه جدا، ان الحاجه بيبقى ليها سيزون بتبقى رخيصه فيه. طب ما انا اجيب واخزنها بكميات تناسبني، لو يعني استخدام بيتي انا، ولو هعمل عزومه مثلا يبقى عندي حاجه، وبتطلع عارفه في العزومه بتبقى لقطه. صحيح. ان انا عندي الحاجه دي مخزنه. من ضمن الحاجات الخزين يعني يعني انا هقول تجربه كده شخصيه. كنت انا وواحده صاحبتي في السوبر ماركت بنحضر لرمضان، يعني احدى السوبر ماركتس الكبيره في اكتوبر،
فعماله هي تدور على عجينه السمبوسك عشان عايزه تعمل وتشيل بنفسها لا اللي هي بتلفها دي وتقوم شايلها بقى بالجبنه مش عارفه ايه بكده اهو. انت عارفه ان احنا ما لقيناش سمبوسه ها؟ كله اتسحب كله اتسحب. طب ما هي يعني طريقه عمايلها سهله. ما تعملوها يا جماعه في البيت يعني هي العجينه العجينه سهله جدا واحنا يعني جيل محظوظ باليوتيوب والقنوات بتاعتنا. قولي بس اللفه يا سيدي الاول قولي بس اللفه السمبوسه صح الاول عشان تلفي ازاي يا رشا واوريكي بعد لا انت بتعرفي يعني؟ عايزه تقولي لي انك تعرفي؟ جدا. بتتعمل ازاي يا سيدي؟ بدقيق وميه وزيت وبتتخبز بطريقه معينه وبتتفرد بطريقه معينه وبتتقسم شرايح وبس وبقت عجينه يعني الدنيا سهله. بيت هايله يا ست بيت هايله ما شاء الله يعني عشان ما نحصدش الست لا تروح العجينه بوسط. لا 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 احنا في العزايم الحاجه لما بقت غاليه قوي بره بقينا ندور على البدايل. ما هي دي برضو ثقافة زي ما قلت لحضرتك ان الازمات الاقتصادية والارتفاع الاسعار اللي حصل وعدم مناسبته للدخل ده خلانا ان احنا ندور على البدائل. بالظبط. فانا بشوف ايه ده بديله ايه وانا اعمله. طب انا بقى بمناسبة البدائل دي يعني كيلو اللحمة بقى ب 500 تقريبا ده عند الجزار دي من منفذ بقى الجيش او اللي مش عارف يروح لمنفذ الجيش خلينا اللي مش قادر يروح لمنفذ الجيش او بعيد عنه او وات ايفر يعني طيب البديل يعني انا ما هو انا البديل اعمل ايه يعني انا معلش بقولها وانا يعني انا اسفه اني بقولها لانه اكيد في ناس نفسها تاكل لحم اكيد يعني اكيد يعني نفسي ده أكيد. ارمي لي حتتين جوه الخضار مثلا يعني مش لازم اعمل كباب حله ولا اتليست كل عيله يا رشا يبقى لكل فرد قطعه لحم قطعه يعني. لحم يعني يعني واصل انت لو شفتي كمان اسعار الفراخ البانيه بقت بكام الفراخ كمان برضو عليت قوي يعني طب ايه البديل اللي اعمله او اللي البي بيه عيلتي تبقى على الاقل مبسوطه يعني. مبسوطه يعني يعني هقول لك حاجه احنا ثقافه التوزيع مثلا يعني لو الفرخه انا كنا بنقسمها على اربعه ممكن تتقسم على ثمانيه معايا ما هتتصرفي يعني انت يعني ما لا يؤخذ كله لا يترك كله هقول لك على حاجه وده صحيا افضل ده صحيا افضل يا رب انت مش موافقه على ان الفرخه تتقسم على ثمانيه لا يعني ما هو ما باليد حيله هنعمل ايه انت شخص صحي جدا وما بتحبيش الافراط في تناول الاغذيه فدي طريقه كويسه انا جبنه وعيش بيقضوني طيب. بالنسبه لي يعني لا احنا بنتكلم في ناس تانية ما احنا بنوفر لهم البدائل ولا يعني هنقول لهم يعني هي لازم تتقسم على اربعه وهنعمل ايه تمام تمام احنا يعني لا استني بقى انت احنا ما عرفناش منها بقى ماما مبادره ماما جديده بقى قولي لنا بقى سريعا عن المبادره دي قبل ما نطلع فاصل ماما جديده دي بدات مع ابني الثاني انا في ابني الاولاني كنت زي اي ام ملحومه وبقعد اسال بقى مامتي اصحابي اللي هم لسه مخلفين اعمل ايه طب شرق طب رجع طب الدايبر اغيره ازاي طب يعني مش عارفة اعمل ايه تصرفي كماما الجروبات بتاعه المامي طبعا كانت كتيره قوي وكنت بلاقي في المشكله الواحده 60 راي ما بعرفش افصل يعني ايه مش عارفه انهي راي صح تروحي فين مع ابني التاني لقيت نفسي ان انا بقى عندي خبره وبرد فقلت طب ليه انا ما اسسش حاجه للامهات الجدد نحط فيها المعلومات الصحيحه من مصادرها بقى تمام. الطبيه والاجتماعيه ونقدم النصيحه للام وقدمنا الفكره دي عملتيها مبادره ولا جروب هي جروب وبيج على الفيسبوك وموقع الكتروني بيقدم بقى النصايح للامهات طبعا بتقعدي بقى سيري تكتبي بنفسك وتظبطي الدنيا طبعا وتجيبي من مصادر صحيحه طبيه مصادر علميه كلها ومعانا طبعا دكاتره يعني في وقت الكورونا كمان الصفحه دي كانت بدات كنا بنستضيف دكاتره لايف نساء واولاد او اطفال ونقدم الاستشارات وعظام للاستشارات للامهات نعلن عن موعد اللايف الحقيقه يعني فكره عظيمه جدا بتسهل على كل ام كده جديده زي ماما جديده ان هي ازاي تكون ماما جديده ولكن في مصدر موثوق منه تعرف تاخد منه كل الانفورميشنز اللي هي محتاجاها او كل المعلومات اللي هي محتاجاها وبعدين على فكره الام الجديده هي مكمله جديده في كله يعني انا جديده مع بيبي جديده مع هو داخل الابتدائي جديده وهو عريس انا جديده وهو بقى اب انا امه بقت جديده جدا يعني صحيح صحيح احنا على طول جديده ماما على فكره جديده التيتا بقى التيتا جديده مره جايه بقى فكري في مبادره تيتا جديده ويشوف برضو ربنا يبلغنا العمر ان شاء الله